جولة مشاورات سياسية بين مصر وقبرص لبحث تنفيذ مخرجات قمة نيقوسيا الثلاثية. الصحة العالمية تحذر من أن العالم يمر بفترة خطيرة من تفشي كورونا مع انتشار المتحور الجديد دلتا. في زيارتها الأخيرة كمستشارة ألمانية، ميركل تبحث مع جونسون قيود السفر والعلاقات الثنائية. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقدت بالعاصمة القبرصية نيقوسيا جولة المشاورات السياسية بين مصر وقبرص برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفير بدر عبد العاطي والسكرتير الدائم لوزارة الخارجية القبرصية السفير كورنيلوس كورنيلو. تناولت المشاورات مختلف أوجه العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، كما تم تبادل الآراء حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. وعكست الجولة توافق الرؤى بين الجانبين حول الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين الدولتين، كما شهدت توافقا على مختلف الملفات المطروحة. كما بحث الجانبان ملفات التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، ووضع إطار شامل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال القمة الثلاثية التي جمعت قادة الدول الثلاث في نيقوسيا في أكتوبر عام 2020. قام سفير مصر لدى جنوب السودان محمد قدح بتسليم الدفعة الثانية من المساعدات الإغاثية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. وتهدف المساعدات تخفيف المعاناة الإنسانية بمراكز النازحين بجنوب السودان. وأكد السفير محمد قدح على وقوف مصر إلى جانب جنوب السودان في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بها، منوها إلى سرعة تجاوب الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية مع طلب المساعدة الوارد من الأشقاء في جوبا. هذا وأعربت نائبة الرئيس للجنوب السوداني عن تقدير بلادها للدعم المصري المتواصل والاستجابة السريعة لطلب المساعدة. وتضمنت شحنة المساعدات حوالي 25 طنا من المواد الغذائية. تواصل القوات المسلحة أداء رسالتها السامية في حفظ تراب الوطن وتحقيق الأمن في كل ربوعه. فمنذ 30 من يونيو من عام 2013 كانت القوات المسلحة يدا بيد إلى جانب الشعب المصري لتحقيق إرادته في وجه قوى الظلام. ولم تقف إنجازات القوات المسلحة عند المجال العسكري فقط، بل أصبحت هناك يد تحمي وأخرى تبني وطنا عزيزا في مواجهة كل التحديات بإيمان وعزيمة لا تلين. القوات المسلحة المصرية يد تحمي ويد تبني، أقسم رجالها يمين الولاء بأن تظل راية مصر عالية خفاقة تعانق السماء. قوات مسلحة قوية قادرة على تحقيق أمجادها سلما وحربا، فوقفت كسياج منيع يحمي الدولة المصرية ضد من يحاول أن ينال من أمنها وأمان شعبها. إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيساً جديد. وبعد ثورة 30 من يونيو 2013 انطلقت نهضة في شتى المجالات العسكرية والمدنية، واستطاعت مصر أن تخطو خطوات غير مسبوقة في سعيها للحفاظ على كفاءة القوات المسلحة. كان لابد أن الجيش يبقى فيه خطة للحصول على معدات تمكنه في ظل التطور الكبير اللي حصل في مجال نظم التسليح المختلفة، وأنا أقدر أقول لكم يعني أن ده تحقق. هكذا تنوعت قدراتنا القتالية
للقوات المسلحة المصرية برًا وبحرًا وجوًا، فشملت العديد من المحطات الفارقة في منظومة امتلاك القوة لحماية إرادة السلام. كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا. وارتقت مصر إلى صدارة أقوى جيوش العالم. وتأبى الإرادة المصرية إلا أن تبقى أبية قوية رغم التحديات، لتشرق من جديد شمس تنموية عبر مسيرة من العطاء والبناء في كافة أرجاء مصر. مصر مش هتتبني غير بدراعات المصريين. وما بين الممكن والمستحيل طريق طويل كان لابد أن تقطعه مصر رغم المخاطر، لتقهر التحديات وتضرب المثل في إدارة الأزمات، فتبني أكبر نهضة تنموية في تاريخنا المعاصر. ولسه نفضل نشتغل ونشتغل ونشتغل حتى نغير واقعنا. بلد بتقوم، مصر بتقوم. مشروعات تنموية شاملة في كافة أرجاء الوطن. إحنا ما عندناش وقت، إحنا بنسابق الزمن. استهدفت تحقيق نهضة تنموية حضرية ومكانة استراتيجية بإمكانيات تتوافق مع طموحات شعبها في مستقبل أفضل، مستندة على جيش قوي. الجيش المصري، الجيش المخلص، قادر على أنه هو يعمل بجد المستحيل. ويستمر الحلم وتتغير خريطة مصر. الآمال والأحلام تتحقق في مستقبل واعد بين التحديات والإنجازات، مؤمنين بقدراتنا كشعب قادر على صنع المستحيل. في إطار الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة لنزلاء السجون، نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة دورتين تدريبيتين للعاملين بالمجال الصحي في قطاع السجون في مجال الوقاية من الأمراض غير المعدية وعلاجها. كما استلم قطاع السجون بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة ودولة ألمانيا مستلزمات طبية ووقائية متقدمة. منظومة متطورة من الرعاية الصحية تتميز بها السجون المصرية، مع العمل على تطويرها بصفة دائمة ليتمكن نزلاء السجون من الحصول على رعاية طبية لائقة وفقا لمعايير حقوق الإنسان وفي إطار تطبيق أسس السياسة العقابية الحديثة. لذا تسعى وزارة الداخلية نحو تطوير أداء القائمين على تلك المنظومة. في هذا الإطار وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، عقد قطاع السجون دورتين تدريبيتين للعاملين في مجال الصحة بالسجون على الوقاية من الأمراض غير المعدية وعلاجها ورعايتها في الأماكن المغلقة، حيث أقيمت الدورتان بحضور عدد من الكوادر العاملة بقطاع السجون من القائمين على تقديم المشورة الطبية وبمشاركة عدد من خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الفيديو كونفرنس، وعدد من الأطباء العاملين بوزارة الصحة المصرية وأساتذة الجامعات. التعاون بين وزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة كان نتاجها استلام قطاع السجون مستلزمات وأجهزة طبية متقدمة بدعم من جمهورية ألمانيا الاتحادية. كما أثمر هذا التعاون عن إنشاء 7 مراكز للمشورة والفحص الاختياري للوقاية من الأمراض. We're here together because we continue, having started 6 months ago, our collaboration with aims at better protecting the inmates and the personnel working in the prisons. The United Nations Office on Drugs and Crime is a proud partner to the Ministry of Interior and the Prison Administration in Egypt because we partner here to help the health of the prison population.
وتهدف وزارة الداخلية من وراء التطوير المستمر للمنشآت الطبية داخل السجون ودعمها بالمستلزمات والأجهزة الطبية المطورة، إضافة إلى الارتقاء بكفاءة العاملين بالقطاع الطبي داخل السجون، إلى توفير أقصى رعاية طبية ووقائية لنزلاء السجون وفقا للمعايير الدولية المتبعة في هذا الإطار. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عددا من المسؤولين في وزارة الكهرباء بسبب التقصير والإهمال. وفي بيان لمكتبه الإعلامي وجه الكاظمي بإقالة مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية، وذلك لإهماله في أداء أعماله وواجباته، ما تسبب بسقوط خطوط نقل الطاقة وحدوث انقطاع في التيار الكهربائي في عموم المحافظات العراقية. كما وجه الكاظمي باتخاذ إجراءات بحق مسؤولين آخرين في وزارة الكهرباء العراقية. جاءت قرارات رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته الحالية لإيطاليا. أعرب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن تقديره للدور الإيطالي ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي والدعم المقدم إلى القوات العراقية في هذا الجانب. جاء ذلك خلال لقاء الكاظمي الذي يزور روما رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي. وأوضح الكاظمي أن بلاده ترغب في توسعة التعاون العسكري مع إيطاليا، بما في ذلك جانب التدريب وتطوير العمل في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة تهريب الأموال. من جانبه أكد دراغي دعم بلاده للعراق بكل ما يحتاجه من مجالات الاستثمار والإعمار والتدريب وغيرها من القطاعات. التقى البابا فرانسيس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في الفاتيكان، حيث تبادل الهدايا في المكتبة البابوية. وبحسب بيان للفاتيكان، شهد اللقاء الحديث عن زيارة البابا للعراق وأهمية تعزيز الحوار للمساعدة في ضمان السلام وجهود إعادة الإعمار في العراق. وأثار البابا مرة أخرى مسألة السكان المسيحيين في البلاد وأهمية ضمان نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الآخرون بحسب البيان. أعرب رئيس اللبناني ميشيل عون عن امتنانه العميق للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان ليوم الصلاة والتأمل من أجل لبنان. وحسب ما ذكر في صفحته على تويتر، فقد أكد عون أن اللبنانيون كافة من كافة الطوائف ينتظرون زيارة البابا فرانسيس إلى بلادهم لكي يعلن معهم قيامة لبنان من كبوته، وليؤكدوا أنهم استحقوا وطنهم وقد عملوا معا على استنهاضه وصون وحدته الوطنية التي تبقى درع حمايته الأسمى والتي بها يبقى لبنان وطنا للحضور والرسالة. شهدت محطات الوقود في صيدا ازدحاما شديدا اليوم واستنتشار أمني كبير لمنع وقوع اشتباكات وتأمين سلامة المواطنين مع استمرار الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان. نتابع المزيد. ارتفعت حدة الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان لتنعكس سلباً على الشعب اللبناني الذي ما زال يأمل في الوصول إلى تشكيل حكومة قادرة على انتشال بلاده من المأزق الذي تعيش فيه. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أطلقت جرس إنذار عن تدهور لأوضاع الأطفال في لبنان، حيث كشفت أن أكثر من 30% من أطفال لبنان ينامون ببطون خاوية لعدم حصولهم على عدد كاف من وجبات الطعام. اليونيسف كشفت أيضاً أن المسح الذي أجرته أظهر أن 60% من الأسر تضطر إلى شراء الطعام عبر مراكمة الفواتير غير المدفوعة أو من خلال الاقتراض والاستدانة. وفي خطوط تزيد من وطأة الضغوط على المواطنين اللبنانيين، أعلنت وزارة الاقتصاد عن رفع سعر الخبز المدعم من الحكومة للمرة السادسة خلال عام لتزداد حدة الأزمة اللبنانية التي بدأت أحداثها منذ 2019 والتي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة
من أسوأ الأزمات في العالم منذ عام 1850، حيث فقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها أمام الدولار في السوق السوداء. كما يعاني لبنان من نقص حاد في المحروقات وارتفاع كبير في معدلات البطالة والفقر، فضلاً عن عدم الوصول إلى تشكيلة حكومية قادرة على فتح قنوات اتصال مع المؤسسات الدولية العالمية للحصول على دعم عاجل لإنقاذ البلاد من كبوتها التي تمر بها. كما حث بابا الفاتيكان البابا فرانسيس زعماء لبنان على تنحية المصالح الحزبية جانباً والعمل من أجل السلام والاستقرار، مشدداً على أهمية أن يختار المسؤولون اللبنانيون العمل من أجل سلام حقيقي وليس من أجل مصالحهم الخاصة، وهو الأمر الذي نادت وما زالت تنادي به كافة الدول والمؤسسات العالمية خوفاً من الوصول بلبنان لمرحلة لا عودة. قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن العالم يمر حاليا بفترة خطرة جدا من جائحة كورونا، مشيرا إلى أن البديل دلتا الأسهل انتشارا اكتشف الآن فيما يقرب من 100 دولة. وأضاف أدهانوم أن متغير دلتا الذي اكتشف لأول مرة في الهند يستمر في التطور والتحول، وأنه سرعان ما يصبح سائدا في العديد من البلدان. وأضاف أنه سيتم التطعيم ل 70% من جميع الأشخاص في كل بلد، مشيرا إلى أن ذلك سينهي بشكل فعال المرحلة الحادة من الوباء. قال وزير الصحة الفرنسي أوليفي فيران إن سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا تمثل الآن نحو ثلث الإصابات في فرنسا. يأتي أحدث تقييم يعلنه فيران بشأن حجم انتشار السلالة التي اكتشفت أولا في الهند مقارنة مع تقييم سابق لها في 29 من يونيو الماضي، عندما قال إنها تمثل نحو 20% في الإصابات في فرنسا. وقال وزير الصحة الفرنسي إن هناك خطرا حقيقيا من زيادة الجائحة مجددا هذا الصيف في فرنسا، وحث خلال زيارته لمركز طبي على تلقي أكبر عدد ممكن من الفرنسيين اللقاح المضاد للمرض. قالت رئيسة مجلس الأبحاث الطبية في جنوب إفريقيا إن بيانات دراسات معملية كشفت بأن لقاح جونسون أند جونسون المضاد لمرض كوفيد 19 فعال مع السلالة دلتا المتحورة التي تمثل العدد الأكبر من الإصابات بالمرض في البلاد حتى الآن. وقالت خلال مؤتمر صحفي إن هناك استجابة مناعية جيدة وفورية ومستدامة ضد السلالة دلتا، مؤكدة وجود استمرارية مدهشة تصل إلى 8 أشهر في الاستجابة المناعية للقاح جونسون أند جونسون الذي يعطي على جرعة واحدة. ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في الهند منذ بداية الجائحة لتتجاوز 400,000 وفاة. وأكثر من نصف أعداد تلك الوفيات سجلته الهند خلال الشهرين الماضيين مع تزايد متحورات الفيروس وتفشيها في البلاد. ما زالت ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان تترنح تحت وطأة تفشي الفيروس التاجي، إنها الهند التي سجلت علامة فارقة كئيبة في إجمالي حصيلة الوفيات الذي وصل إلى أكثر من 400,000 وفاة، رقم صادم ورغم ارتفاعه إلى أن الحقيقة العلمية تفيد بأنه يمثل عددا أقل بكثير من الإجمالي الحقيقي بسبب نقص الاختبارات والتقارير. الهند التي يبلغ عدد سكانها 1,400,000,000 نسمة هي الدولة الثالثة التي تتجاوز حصيلة وفاياتها هذا العدد بعد الولايات المتحدة والبرازيل. لعل أكثر من نصف تلك الوفيات المعلن عنها في الهند حدثت خلال الشهرين الماضيين، حيث استعر متحور دلتا من الفيروس في البلاد ومن قبله ظهور حالات الإصابة بالفطريات المخاطية. ورغم انخفاض عدد حالات الإصابة يشعر الخبراء بالقلق من أن الهند قد تكون معرضة لخطر اندلاع موجة أخرى من الفيروس، لأن أقل من 5% من السكان قد تم تطعيمهم بالكامل، حقيقة أكثر صدمة كونها من أكبر منتجي اللقاحات في العالم. ومع تأزم الوضع أعلنت السلطات الهندية أن لقاح موديرنا سيكون قريبا رابع لقاح يعطى في الهند بعد لقاح أسترازينيكا ولقاح كوفاكسين سبوتنيك الروسي،
كما تقدمت شركة زيدوس كاديلا الهندية أيضاً بطلب إلى مراقب الأدوية الحكومي للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح الحمض النووي الخاص بها. وما بين المكافحة والرجاء، تواجه الهند بالفعل موجة قاتلة من فيروس كورونا أنهكت النظام الصحي المرهق بالأساس. التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالملكة إليزابيث الثانية في قلعة وينسون اليوم، حيث قامت بزيارتها الأخيرة لبريطانيا قبل أن تتنحى في وقت لاحق من هذا العام. وتعد زيارة ميركل هي 22 إلى المملكة المتحدة منذ أن أصبحت مستشارة قبل 16 عاما. وسعت ميركل إلى التقليل من التوترات التي نشأت بوضوح بعد أن قرر الناخبون البريطانيون في يوليو من عام 2016 مغادرة الاتحاد الأوروبي، معربة عن اهتمامها بتوقيع معاهدات جديدة بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية. كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد استهلت زيارتها إلى بريطانيا بلقاء مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في باكنغهام شاير، مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني. وعقد الجانبان محادثات ثنائية عقبها مؤتمر صحفي. تناولت المباحثات مستقبل العلاقات بين برلين ولندن، خاصة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث أكدت ميركل ضرورة التوصل لاتفاق عادل لصالح البلدين. كما تطرقت المباحثات إلى قيود السفر المفروضة بين البلدين في ظل جائحة كورونا. فقد شخص على الأقل وأصيب أربعة آخرون بجروح وحروق مختلفة نتيجة الانفجار والحريق الذي أعقبه في مصفاة بتروميديا للنفط بالقرب من مدينة كونستانتا الساحلية شرقي رومينيا. وتعد مصفاة النفط تلك الأكبر في رومينيا، كما تعتبر واحدة من أكبر المنشآت من نوعها في أوروبا الشرقية، فيما يحاول رجال الإنقاذ احتواء الحريق والعثور على الموظف المفقود. وأوصت خدمة الطوارئ المحلية المواطنين بمغادرة المنطقة خشية حدوث انفجار آخر، كما نصحت سكان البلدات المجاورة بالبقاء في منازلهم وعدم فتح النوافذ. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف بطاقات الائتمان الخاصة بمستفيدي برنامج تكافل وكرامة وعدم قدرتهم على صرف المعاشات اعتبارا من يوليو الجاري. أوضح المركز الإعلامي أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مؤكدا انتظام صرف معاشات برنامج تكافل وكرامة ببطاقات الائتمان من منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من البرنامج، مناشدا المستفيدين منه حال مواجهة أي مشكلة سواء في الصرف أو توقف بطاقة الائتمان في تقديم تظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة أو التوجه لمكتب الشؤون التابعين له. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي الاهتمام الذي توليه الوزارة للتعاون مع مختلف شركاء التنمية الدوليين العاملين في مصر لتحقيق نقلة نوعية في مختلف المحافظات. جاء ذلك خلال اجتماعه مع مسؤول العلاقات مع الجهات الحكومية في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة آلاء الزهير، حيث أشاد شعراوي بالجهود التي تقوم بها مع برنامج الأغذية العالمي في دعم مشروعات وبرامج عمل الدولة والوزارات في مختلف المحافظات. من جانبها أكدت آلاء الزهيري أن القاهرة أصبحت مقصدا للكوادر المحلية الإفريقية للحصول على دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وكذلك رؤساء المدن والمحافظون الأفارقة للمشاركة في بعض الفعاليات المهمة لتبادل الخبرات والمعارف بين المدن المصرية ونظيرتها الإفريقية. تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في اليوم الثاني من افتتاحه أمام الجمهور. كان اليوم الأول للمعرض في دورته الثانية والخمسين قد شهد زيارة أكثر من 72 ألف مواطن لقاعة المعرض مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. هذا ويتم إتاحة تذاكر المعرض مجانا للجمهور عبر التسجيل الإلكتروني.
بمشاركة عالمية وأكثر من 700 دار نشر وعارض، تتواصل فعاليات الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، فأجنحة المعرض شهدت مشاركة دولية من مختلف قارات العالم، فضلا عن مشاركة الجهات الرسمية المصرية والأجنبية وبعض الوكالات. بنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل نشر لثقافه وتكنولوجيا، ثقافه اللي هي علوم وتكنولوجيا الفضاء للشعب المصري بشكل كبير، يعني مش مجرد بس متعاملين مع وكاله الفضاء. بل حاجه تشرح القلب، يعني مصر دوله رائده في كل حاجه وبتثبت الرياده بتاعتها طبعا، يعني دوله سباقه، يعني حضاره 7000 سنه، لازم معرض ما شاء الله، يعني الله اكبر، يعني حاجه جميله وفخر، فخر لمصر بعد 30/6 وبعد الحقبة الزمنية دي إن مصر بترجع بقوة تاني منارة العلم للعالم كله. وعلى طراز الحضارة المصرية القديمة أقيم المعرض بأربع قاعات، بل وعملت أيضا الهيئة العامة للكتاب على توفير منصة إلكترونية وجولات افتراضية للمعرض وحجز للتذاكر مجانا عن طريق نفس المنصة، وسط سعادة من الحضور بهذه التميزات. الحجز للدخول للمعرض ده كان حاجة مبهرة جدا، أنا النهاردة حجزت لسه النهاردة الصبح، وكان سهل خالص، وده معناه ان مش هيبقى في تنظيم للحضور، فكنت مرتاح ان انا هاجي مش هلاقي زحمه. الاجراءات الاحترازيه دي مهمه وضروريه عشان خاطر رعايه الانسان، لان احنا بنمر مرحله صعبه في يعني الحاله اللي احنا فيها بخصوص كورونا، فكان ضروري حتى وان كانت على غير رغبتنا لانها مهمه جدا، يعني على عشان حياتنا وعلشان صحتنا، فاحنا قابلينها بكل ما فيها عشان خاطر صحتنا، وإلا البديل إن إحنا ما نجيش المعرض وده أصعب. أول مرة أجي علشان كتب، وبحب الرسم، أنا أكتر حاجة يعني بحب أرسم، وأنا جاي عشان أكتر روايات فن وكده. الإجراءات الاحترازية موجودة متاخدة بشكل صحيح جدا يعني، والموضوع حلو قوي، وكمان المعرض الجديد يعني أحسن وأكبر في الوسع. فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب تتواصل وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية المشددة، من ارتداء للكمامات وحفاظا على التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. شهدت قرية نز قرار إحدى قرى مركز منفلوط بمحافظة أسيوط تغييرا شاملا في البنية التحتية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقامت المبادرة بإنشاء مدارس جديدة وتبطين ترعة رئيسية وإنشاء وحدة صحية على أحدث الطرز. تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تغيير شكل الحياة بقرى الريف المصري على مستوى محافظات الجمهورية كافة. قرية نز قرار بمركز منفلوط بأسيوط شهدت أعمال تطوير كبيرة بالمرافق والخدمات ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية. أعمال التطوير بالقرية شملت إحلال وتجديد الوحدة الصحية بتكلفة إجمالية بلغت 4,750,000 جنيه. تم اختيار 7 مراكز للمنظومة، من ضمنهم قرى منفلوط، بتقديم خدمات في جميع المجالات التعليمية والصحية وتبطين الترع وتأهيل منازل وتوفير فرص عمل في برنامج كثيف العمالة. في توسع في الوحدة الصحية، وفي إنشاء في الوحدة الصحية، إنشاء وحدة بطارية، حاجات حلوة كتيرة اللي حصلت الأيام دي، حاجات حلوة كتيرة. مستشفى حاجة تانية خالص، يعتبر زي دول الغرب كده بالظبط. الحياة الكريمة خلتها قرية جديدة خالص. كذلك تضمنت أعمال التطوير إنشاء مدرسة العروبة الإعدادية المشتركة ومدرسة ابتدائية، بالإضافة لرصف الطرق الداخلية والمؤدية للقرى والمراكز المجاورة، وهو ما أثنى عليه المواطنون. الشيء الأجمل تاني المدارس اللي اتعملت دي صراحة، واتعملت في فترة يعني اللهم صل على النبي، أي إنسان يتبسط من المشوار دي. كانت أفقر قرية على مستوى محافظة أسيوط، لكن الحياة الكريمة دخلت وأثرت في القرية وبدأت تهتم بالفقراء وبدأت تغير شكل القرية، اهتموا بالمدخل، غيروا من المدخل. بالنسبة للطريق ورصف الطريق اهتموا به. وتأتي أعمال تطوير البنية الأساسية في إطار الدعم الذي توليه الدولة للنهوض بالقرى الأكثر احتياجا بالمرحلة الأولى من المبادرة، والتي استهدفت في أسيوط 90 قرية باعتمادات مالية قدرها 2,300,000,000 جنيه.
وإلى أخبار الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد. كما توقع الخبراء أن يسود ليل الجمعة طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وبقية الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على بعض محافظات ومدن الجمهورية. وفي نهاية نشرة هذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. جولة مشاورات سياسية بين مصر وقبرص لبحث تنفيذ مخرجات قمة نيقوسيا الثلاثية. الصحة العالمية تحذر من أن العالم يمر بفترة خطيرة من تفشي كورونا مع انتشار المتحور الجديد دلتا. في زيارتها الأخيرة كمستشارة ألمانية، ميركل تبحث مع جونسون قيود السفر والعلاقات الثنائية. انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم مع دينا عبد الكريم وحسام الدين حسين. يسعد مساكو دينا وحسام. ساخر عليك طبعا. وطبعا النهاردة حلقة آخر الأسبوع، أكيد حلقة خاصة جدا وعندكم فيها موضوعات متنوعة، إيه أبرزها النهاردة هتتناولوه مع جمهوركم؟ هو الحقيقة يا هبة والأميرة مساء الخير عليكم أولاً، لكن هو في الأيام الأربعة دي اللي احنا عايشينهم من 30 يونيو وإلى 3/7 من حقنا نحتفل، ومن حقنا نكون عيد ممتد للمصريين نفتكر فيه كل تفاصيل الحدث، والحاضر يعلم الغايب بالمناسبة. فإحنا النهاردة أعتقد هنفضل نفكر نفسنا بما حدث بكرة 3 يوليو، يوم مهم جدا. إحنا بنحتفل ب 30 يونيو، لكن بكرة كمان واحد من الأيام الهامة. والنهاردة بقى حسام هو اللي محضر مفاجأة يتكلم عنها. لا الحقيقة زي ما إحنا احتفلنا الحقيقة ب 30 يونيو، مش بس احتفال بالذكرى، لكن احتفلنا كمان بما يجري الآن على أرض الواقع
ويمكن كان يعني مثال حي هو بداية معرض الكتاب يوم 30 يونيو، وأنا بعتبر أنه ده يعني مش مجرد مصادفة جميلة وبس، لكن رمز كمان على أنه ثورة يونيو كانت بداية للتنوير في مصر، وبالتالي كان مهم جدا نكون متواجدين في معرض الكتاب. أول يوم رحنا زرنا معرض الكتاب وعملنا تقرير لطيف كده هنذيعه النهاردة عشان نشجع برضو الناس أن هي تروح، وشفنا النظام عامل ازاي وتجولنا في الأروقة المختلفة والقاعات المختلفة، حقيقة كان نظام هايل وجميل والناس كانت مبسوطة، واعتقد انه ده شيء مميز جدا 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 لارتباطه كمان مش بس بالثقافة لكن ب30 يوم بناء الانسان المصري بشكل عام الحقيقة، وده اللي احنا بنتكلم فيه ولسه هنقعد نتكلم فيه لسنوات زي ما دينا قالت، سواء لأجيال عصرة الفترة او لأجيال قادمة لازم تعرف تاريخها كويس جدا. بشكركم كل التوفيق. شكرا هبة، شكرا أميرة، وشكرا كل فريق نشرة التاسعة، ونبدأ مع حضراتكم حالا فقرات برنامج التاسعة. يلا.